وسهلا نحن وياكم احبائنا بهالفقره. بنرحب بحضور ضيفنا الخوري بشاره السبريني القيم العام لنيابه جوني البطريركيه. معه بدنا نحكي كمان كاهن رعيه غسطى. بدنا نحكي معك عن الحج الابرشي الخامس للابرشيه. حطنا بالاجواء ابونا وقديش اليوم الحج مهم بحياتنا وفي تركيز على اهميه السياحه الدينيه. نعم. الله معكم. الله يحفظك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نحن معودين مثل كل سنة أنه نعمل حج أبرشي، يعني حج بيجمع أبناء وبنات الأبرشية البطرية منطقة جوني. انطلاقة الفكرة اجت من المجلس الكهنوتي والمجلس الأبرشي مع راعي الأبرشية المطران أنطوان نبيل العنديري السامي الاحترام، أنه ينعمل عمل يجمع فيه أبناء وبنات الأبرشية، وهذا السنة الحج الخامس اللي بنعمله. نحن عملنا نشاطات خمس سنين على التوالي، يعني خمس سنين وقفنا شوي بالكورونا. بالكورونا نعم. وقفنا بال 2017 بلشنا، رحنا على النوبين كان رائع جدا، 1000 شخص كانوا مشاركين، وبكل الحج اللي عم نعمله عم بيكون بهالحدود هيدا. بعدين من بعد 2018 رحنا على ميفوق، القطارة ميفوق، عكفيفين وجربتا بال 19 وقفنا شوي لل 23. السنة الماضية عملنا من ميروبة على طبرية برعشين، وكان كمان شي كتير مهم. أما السنة فكرنا إنه منكون بغسطة. غسطة يلي استقربته المنطقة هون القريبة من المطرانية، مش بس قريبة، منطقة منسميها بلدة الأحبار والأديار. يعني فيها إرث ثقافي وإرث روحي مهم وحلو الناس تتعرف عليه، لأنه هدف الحج مش إنه نعمل هايكينج، مش عم نعمل مشي نحن نروح نتسلى. الحج هو انتقال من مكان إلى مكان مقدس تنتعرف عليه ونتعرف على ذاتنا. وأنا بقول بكل مسيرة حج لازم الواحد يسأل سؤالين: ويني أنا ولوين رايح؟ نعم. ويني أنا مثلا؟ أنا بغسطة، هاني رايحين نعمل الحج بغسطة. وين بغسطة؟ اللي هي بلدة الأحبار والأديار مثل ما قلت، اللي بتعرف على إرثة الروحي والثقافي اللي مهم جدا، مثل ما كل منطقة إلى ميزات. وكمان أين أنا بمسيرة روح، بمسيرة حياتي الروحية؟ وين أنا بدي أفكر، بدي أصلي، بدي أتأمل لأوصال؟ وين رايح؟ رايح تشارك مع كنيستي، مع كل أولاد الأبرشية، تأوصل للهدف المنشود اللي هو أنه امتلي من الرب والتقي فيه مع إخوتي اللي أنا عم بمشي أنا وياهم. عشان هيك اخترنا السنة عنوان انهضوا ولننطلق. نعم. اللوجو يمكن مش هتقدر يكون على نقدر نشرجيه هيك على الكاميرا. يعني هيدا هو انهضوا ولننطلق. يسوع بالنص هو عم بيقلنا انهضوا، خاصة بهالأيام يلي في يأس، في إحباط، في كتير من الأشياء عم بتشد الناس لتحت. عم بيقلنا انهضوا، تفضلوا ولننطلق، أنا معكم، قوموا بدنا نمشي. مش أنتوا انهضوا وانطلقوا، انهضوا ولننطلق، أنا وياكم، يسوع معنا، تنمشي سوا، يسوع معنا، عم بيمشي معنا. نعم. هالانطلاقة لهالعدد الكبير من المؤمنين، يعني أبناء وبنات الأبرشية مثل ما ذكرت أبونا بشارة، أدي هيك بيرجع بيشدد الروابط، بيخلي الناس اجتماعيا تلتقي مع بعض البعض، وكمان تتشارك الخبرات. يعني على الطريق ممكن يمشوا يحكوا مع بعضهم أو لا، كل لا. الوقت رح بيكون في برنامج في برنامج على الطريق. نعم. أكيد. بس كتير مهم الروابط يلي عم بتصير، لأنه عم بينجمعوا مع بعضهم من كل رعاية الأبرشية. تصوري 60 ضيعة عم بيكون في حدا منهم، مش كل الناس الموجودين بالرعاية موجودين، بس عم يلتقوا مع بعضهم وعم بيروحوا بعدين يشهدوا شو عملوا اختبار، شو عايشوا من اشياء حلوة، شيء كتير مهم. بس وفقا لبرنامج نحن قلنا مش رايحين نتسلى، رايحين مش هايكينج، رايحين نحج. وفي برنامج نحن وصينا، في عنا مندوبين بكل رعاية الأبرشية، وصينا بكل رعايانا، والناس تسجلوا أسماءهم عند هالمندوبين وعطيونا أسماءهم. يعني صار لنا بحدود 800-900 لحد هالقني، يعني بعد الأشياء بدها تزيد أكيد. هو هلأ بيفكروا بآخر وقت، يعني بآخر وقت بيجي بعد وقت. نحن سكرنا بالتسجيل، بس عم بدل يجي شوي وشوي، عم ندل نقبل تنوصل لوقت نقول خلص.
بس البرنامج هو انه الساعة 7 بدنا نكون بغسطة وفي بسيط عم بتأمن الناس من رعاياهم على غسطة بأمنون لهونيك وهونيك الساعة 7 للسبعة ونص في ضيافة هيك ترويقة بسيطة وقهوة ومنرجع 7:30 منبلش بالصلاة ومنمشي منمشي محطتنا في عنا 7 وقفات على الطريق هالمحطات فيها تأملات فيها تراتيل فيها نوايا عم تنقال منمشي فإذا من دير نسبي اللي هو دير أثري مهم جدا للطائفة للرهبنة اللبنانية منوصل على دير مار يوسف الحصن لعائلة بيت إصطفين هالدير وفي كنيسة بيعدسوا فيها كل أحد كمان منرجع مننزل على دير مار أنطونيوس عين ورقة منرجع من دير مار أنطونيوس عين ورقة تنوصل على جبل الرحمة من جبل الرحمة منوصل على كنيسة الدير بدير المخلص كنيسة مار يوحنا الحبيب كمان بغسطة لجمعية المرسلين اللبنانيين المشكورين على التعاون معنا بكل شيء منقدس هونيك من بعدها رح نرجع نطلع بالبسيط على كنيسة مار سمعين كنيسة الرعية هونيك في استقبال مع أخوية قلب يسوع الموسيقية بتعزف شوية موسيقى هيك وإشياء حضرتك كاهن الرعية وأنا كاهن رعية غسطة نعم ومنرجع منتغدى نتغدى سوا مع الناس اللي مشاركين بحضور معنا. سيدنا بحضور سيدنا أكيد سيدنا من الأول للآخر ماشي نعم. معنا ودعمنا بكل الأشياء اللي عم نعملها هذا البرنامج يلي ماشي فيه. هل في شيء مطلوب من المشاركين من المؤمنين اللي راح بيكونوا معكم؟ هلا نحن حسب ما وصينا لهم اي اكيد ما بدنا مش اولاد اكيد بدهم يكونوا الكبار انه من 17 وطلوع عم نطلب العمر وفي مشاركه كان ماديه بسيطه 300,000 كانوا عم بيامنوها وامنوها ديجا هيدا رسم الاشتراك اي رسم اشتراك بسيط ماشي يعني قبيل يعني عم بيتقدم بعدين من غدا من ترويقة من ضيافة على الطريق من اشياء هودي كلهم وكمان برانيت عليها اللوجو يلي انتم مقدمينه ايه كله كله هودي صار تقديمات هلا دي اكيد المطرانية مساهمة بشكل كبير ولكن كمان في ناس خيرين في سبونسورات في خيرين عم بي يكونوا حدنا كمان وفي لجنة في لجنة واليوم عنا اجتماع بعد الظهر يعني في لجنة مؤلفة من أبونا جيف سلوم من أبونا شرب السلامي وأنا أكيد في ريمون زند في بولين سلامي كاربو إصطفين هودي نحنا من نسل المجلس الكهنوتي والمجلس الأبرشي والمجلس الرعوي عندي بالرعية بغسطة تاريخ الحج أبونا ما تاريخ الحج 13 تموز 2024 إيه بعد جمعتين نعم جمعتين بس كأنه بكرة نعم يعني تحضيرات على قدم وساق أكيد أكيد التحضيرات كلها الحلوة أكيد ونحنا بالوقفات نسيت أقول إنه بالوقفات يلي رح نوقفهم على الطريق أخدين عناوين كمان إنه انهضوا ولننطلق هالعنوان الكبير بس بقلبه في أول شيء ما بالكم نائمين كلهم هودي كلمات من الكتاب المقدس كانوا بيستنزيتون ما بالكم نائمين شو بكن يا ناس قوموا انهضوا بدنا نشتغل شيء انهضوا بعدين صلوا بلا انقطاع هي سنة الصلاة كمان أعلن البابا فرانسيس نعم. اسألوا تعطوا اقرأ ويفتح لكم علمنا أن نصلي سلامي أعطيكم لم يبقى عندهم خمر هودي كل المحطات في تأملات عليهم خلال فترة الطريق مشان هيك أنه الفكرة هي روحية أكثر منا هيك دنيوية تنزيها يعني منا مش رايحين نزها رايحين نحج ونصلي وصينا أنه يلي قادر يمشي يكون معنا لأنه المسافة طويلة في 4 ساعات مشي يلي مش قليل الوقت 6 كيلومتر ونص نعم. 6 كيلومتر ونص مشي منهم هينين وبالنهار يعني منش لا الصبح الصبح ولا بعزدين الشمس مشان هيك وصينا لهم انه يلي منه قادر يمشي اكيد بدنا نعتذر منه يعني نقدر نكمل الطريق ما نتلبك وحضرتك ابونا ذكرت انه مش تحت ال 17 سنه اي يكون من فوق ال 17 يكون لانه يكون في عنا ايه تيحملوا اول شيء الشبيبه بتحمل ولكن تيكون في تناغم بالحضور كمان انه يكون في اولاد وكبار وصغار يصير في لهوات اكثر خلينا نكون بجروب اوموجين اكثر هيك جيين. يعني هيدا التناغم مطلوب لتكون الاجواء الروحيه عم ترضي الكل وعم بيكونوا مستفيدين يعني اليوم بدنا نطلع بعبرة أو بدنا نطلع بخلاصة أو بدنا نكون خبرة استفدنا منها لحياتنا 100% لأنه هذا الهدف أنه نوصل
ما قلت انه هدف الحج ان نلتقي بالرب ونلتقي ببعضنا البعض ونمتلي منه. نعم. نمتلي منه، نمتلي منه بشو؟ من خلال التزامنا، هدوءنا، صمتنا، تفكيرنا، عودتنا الى الذات نحن وماشيين، يعني هودي كلهم بيساعدونا حتى يكون النهار مميز منه مثل كل الايام. يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله بيكون العدد كتير كبير، ودائما بتقول لا لا بتتخطوا الألف شخص يعني موجودين بهالمشاوير الحج او الحج الابرشي. نعم. الخامس يعني هيدي خامس سنه بتقوموا فيه. نعم. نعم. ودائما بحضور سيادة سيدنا وبركته. اكيد. نعم. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشكرك الخوري بشارة سبريني بحضرتك اليوم كاهن رعية غسطى وايضا أكيد. القيم البطريركي القيم العام لنيابة جونية البطريركية. شكرا لحضورك وبالتوفيق. 13 تموز الموعد يعني 13 تموز الموعد انهضوا ولننطلق هيدا العنوان. وانا بشكركم كمان، بشكر جمعيه المرسلين كمان اللي عم تعاون دائما نحن وياهم كان بغسطة وكان وين ما كان، وكمان بشكر كل اللي عم يتعاونوا معنا من قريب او من بعيد، ذكرت اسمائهم او لا هلا ان شاء الله يعني ما فينا ما بنلحق نذكر الكل. حضرتك ذكرت اسماء ان شاء الله تكون، بس انه بالفعل خاصه برعيتي مجندين الشباب والصبايا والفعاليات والمجلس الرعوي اللي فيه عندي 18 منظمة فوق بوسطة كلهم على أهبة الاستعداد. بسم الله الله يبارك، يعني حركة بركة والرعية ناشطة أكيد. والمؤمنين هيك بيكونوا ملتزمين أكثر. أكيد أكيد كلها حركة وحياة وسطة. الله يقويكم ونقول أهلا وسهلا بكل اللي بيجوا على وسطة. شكرا شكرا لحضورك معنا أبونا بشارة.